Hello friends, how are you? كنتمنى لكم كاملين تكونوا مزيانين ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي تهضر على كيفاش نبسطوا حياتنا. طبعا هادشي اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو خدم مني سنوات طويله وانا كنحاول نلقى واحد ليكيليبغ في حياتي، لانه كنت كنلقى راسي كنعيا في النهار وما كنخرجش بشي برودكتيفيتي كبيره من غير في الخدمه، يعني في الخدمه ديالي ماشي في الدار، يعني في حياتي الشخصيه اولا داكشي اللي كندير نهاري من غير الخدمه. فكنت كنلقى راسي كنعيا وما كنكونش بروداكتيف. داكشي علاش قلبت على الحاجات اللي بسطوا لي نهاري ما امكن، باش هكا نستافد من النهار ديالي اكثر وما نضيعوش في الخوال خاوي. هذا الفيديو بخصوص قررت نهضر عليها لانه يومين دابا واحد الفولوور اللي قديمه بزاف صيفطت لي ميساج كتهضر لي كتعاون لي على التجربه الخاصه ديالها وعلى كيفاش انها ولات كتنعت راسها بانها فاشله، انسانه فاشله، لانه فقط ما قدرتش انها تبقى تفيق الصباح بكري بحال الناس. وسطو قالت لي كنشوف كتفيق الصباح بكري وانا ما كنقدش نفيق الصباح بكري، انا انسانه وكنقول لراسي انا انسانه فاشله. دونك هاد الميساج هذا بقى فيا بزاف وكنت خصني نهضر على هاد الفيديو هذا ونهضر فيه بالتفصيل على هاد السوجي. طبعا دائما كيعجبني ندير هاد الفري فيرتشوال كوتشين لانه كيجيني نعاون الناس وكيعجبني نشوف انه ناس كياخذوا بالنصائح ديالي، ولكن ماشي باش انه تجي لي في انستغرام وتبقى تطلب ليا فلوس ولا تطلب ليا نعاونك حيت كتوجد العرس ولا حيت غدوز بيرمي. فهذا ما عنده حتى شي معنى، لانه فعلا الناس كيعاونوا، انا من الناس اللي كنعاونوا عائلات، ولكن ما يمكنش انه اي واحد جا عندك كيطلب لك شي حاجه راه غادي تعطيه، راه كيكونوا نصابات، يكونوا بزاف ديال الحاجات، يعني ما يمكنش تجي وتطلب ليا فلوس في انستغرام راه حشومه. دونك اذا كان عندكم مشاكل بحال هكا في حدود داكشي اللي نقد نعاونكم به، فطبعا كتبوا ليا في الانستغرام اللي دائما كنخلي لكم في كومونتير تحت الفيديو. اولا في هذا السوجي اللي هي What works for others might not work for you. Find your own routine. دائما كنشوف ناس اللي كتقول لك نادي الخامسة صباحا والفيق بكري وكيفاش انا حياتي تبدلات حيت وليت كنفيق بكري. فهادو من الحاجات اللي كيخليو الناس دائما كيفكروا انهم يفيقوا بكري وكيفكروا على انهم حتى هما علاش ما قادينش يفيقوا بكري مع الخمسة الصباح وما قادينش بداوها نهار يومين وما قدوش يكملوها. فاللي بغيت نقول لكم واحد النقطه مهمه، ماشي اي واحد كيقول لك راني كنفيق مع الخمسة الصباح راه فعلا كيفيق مع الخمسة ديال الصباح. انا شفت واحد التجربه بعيني ديال ناس كيقولوا فقنا في الخمسة الصباح وشنو استفدنا وشنو درنا وكيفاش وهادي، ومن بعد كينساو راسهم بانهم هضروا على داك السوجي وكيبارطاجيو واحد سكرين ولا شي حاجه اللي فيه لالارم مع السبعة ونص. فهادي الحاجه باش شفتها وانا I pay attention to details، يعني كنرد البال لهاد لي ديتاي صغير ولهاد التفاصيل الصغيره، بقيت كنضحك كنقول والله حشومة الناس كيبقاو يشوفوا انسان واحد اخر وكيقولوا راه صافي راه كيفيق مع الخمسه، حتى انا نقد نفيق مع الخمسه وهو في الحقيقه ما كيفيقش مع الخمسه غير كيبيع اوهام للناس. ماشي اي واحد كيقول راني كنفيق مع الخمسه راه فعلا كيفيق مع الخمسه، وطبعا راه كاين الناس اللي كيقولوا كيفيقوا مع الخمسه وكيفيق مع الخمسه. دونك الميساج هو ما تيقوش كلشي، لانه دائما كاين واحد البورسنتاج ديال انه تكون ديك الحاجه ماشي صحيحه. طبعا الناس اللي كيبارطاجيو محتوى نقي ومحتوى زوين باش انهم يحفزوا ناس اخرين، كيشاركوا تجارب ديالهم معاهم، كيشاركوا داكشي اللي كيقراو معاهم، فهذا من الحاجات اللي كتعجبني نشوفها. ولكن فاش كنشوف شي فيديو واخا تكون ديك الفيديو زوينه وخدمات لهذاك الشخص هذاك كنجربها كنعطيها فرصه، مي الا ما صلحتش ليا وما لاقتش ليا ما نديرهاش، ماشي ضروري حيت كيديرها واحد اخر حتى انا خصني نديرها. هذا هو الحاجه اللي خصنا نتفاداوها جميعا باش ما نبقاوش نطيحو دائما في هذاك المقارنات مع ناس اخرين ونطيحو ديما في انه ما عاجبناش راسنا وفي جلد الذات. فهاد الحاجات كيعقدوا الحياه بزاف والحياه بسيطه جدا بعيد على هاد التعقيدات كاملين. دونك قلب على الروتين اللي مناسبك نتا. فالسيده اللي كونتاكتاتني عندها وليد صغير كيفيقها في الليل
وما قداش انها تفيق الصباح. فطبعا راه ما يمكنش، راه الا عندك وليد صغير راه الاولويه لهذاك الوليد الصغير، لهذيك لا فامي، ماشي الفيق بكري باش انك دير مع شنو دير. هذاك الوليد الصغير بحد ذاته راه خدمه، راه كيف يفيقك في الليل ما يخليكش تنعس، راك محتاج انك تنعس في النهار وتنعس في الصباح باش تجدد هذيك الطاقه ديالك وتقدر تهلا في هذيك الوليد، تقدر تهلا في هذيك لا فامي. دونك هادي من الحاجات اللي نبغي نسطر عليها بزاف، كل واحد يادوبتي واحد الروتين اللي مناسبه ليه هو ومناسبه للشخصيه ديالو والستيل دو في اللي عايش به. ثاني حاجه بلان يور داي تو دو ليست ضروري منها. كاين واحد الكوت اللي كتعجبني بزاف اللي كتقول failing to plan is planning to fail، يعني اذا كنتي كتفشل في انك تخطط النهار ديالك او لحياتك فانك بحد ذاتك راك كتخطط على انك تفشل. المعنى واضح جدا، اذا فقتي الصباح بدون هدف ما عارفش راسك شنو غادي دير، تقدر يدوز النهار ديالك ما درتي والو، وهادشي غيخليك ناقص في الانتاجيه ويدوزوا نهارات واشهر وسنوات وانت باقي في نفس النقطه. الطريقه ديال البلانين كنحطوا ثلاثه النقاط اللي نخدموا عليهم في الخدمه، في مجال الخدمه، وثلاثه ديال النقاط في المجال الشخصي. دونك 6 ديال لي طاش اللي نبلانيفيو في النهار ديالنا باش النهار ديالنا يدوز مور بروداكتيف. من الحاجات اللي وليت كندير حتى هي to feel list و to be list. to feel list كنحط فيها واحد الفيلين اللي بغيت نحس به هذاك النهار، مثلا بغيت نحس هذا النهار بانني نكون سعيده، هذا النهار بغيت نكون سعيده، فكنبلانيفي هذاك الاحساس ديالي. طبعا ماشي دائما الاحاسيس اللي كنبلانيفيهم كنحس بهم، ولكن it's fun وكتخليك كتفكر بعيد، لانه كتفكر شنو الحاجات اللي نقدر ندير باش نكون سعيده هذا النهار، شنو الحاجات اللي نقدر ندير باش نحس براسي منتجه اكثر. اذا كان الاحساس ديالي انني نحس براسي منتجه، شنو الحاجات اللي ندير باش هاد الانتاجيه ديالي تزاد. دونك على حسب الفيلين ديالك، على حسب الاحساس ديالك اللي بغيتي تحس به ديك النهار، كتخدم لي طاش ديالك. هادشي كيعطيك سلطه على حياتك، وكتكون انت هو الربان ديال السفينه ديالك، وكتخلي النهار ديالك يدوز سلس بدون تعقيدات وبدون اي مشاكل، لانك طبعا شاد زمام الامور وعارف راسك شنو غدير الخطوه المقبله مع الخطوه المقبله، ونهار على نهار كيسالي نهار كيسالي نهار موراه كيسالي شهر، كنلقاو راسنا شهر شهرين عام درنا بزاف ديال الحاجات اللي ما كناش كنتخيلوا راسنا نوصلوا لهم، هذا طبعا بفضل البلانين. هذا الشيء ما كيخليك مركز، يعني ما تالفش، يعني ما حياتك ما معقداش، بالعكس باينه بسيطه سهله، غنفيق ندير هادي موراها هادي موراها هادي، داكشي باين بلانيفي كلشي هو هذاك. طبعا لي زاليا كيوقعوا، الحياه كتوقع، حوايج كنكونوا بلانيفي نديروهم ما كنديروهمش، ماشي دائما نفس الحاجات اللي كنكتبوا كنديروهم، ولكن على الاقل غادي تحقق واحد الحاجه ولا جوج، وعلى الاقل في سيمانه 7 ايام 5 ايام 5 على 7 راه غادي نحققوا داكشي كاع اللي كتبنا. دونك البورسنتاج ديالك ديال انه تنجح وتوصل ونهار كيدوز مقاد ما معقدش اكثر من انه الا ما بلانيفيتيش. ثالث حاجه embrace a peaceful simple hobby. من الافضل انه نبداو اليوم ديالنا بشي هوايه اللي تكون بسيطه وهوايه اللي تكون peaceful، يعني فيها واحد السلام. من الهوايات البيسفول اللي انا كنطبق وانا كنخدم بهم اللي هي القراءه، اللي طبعا ما بقاتش غير هوايه وانما رجعت واحد الحاجه اللي كتعطيني بزاف ديال لي زانفورماسيون، كنبغي نقرا كنبغي نتعلم كنبغي نكتشف حضارات جداد نتعلم حاجات جداد. دونك ما بقاتش غير هوايه، ولكن ممكن ندخل في الهوايات. فضروري عندي ديك الساعه ديالي ديال القرايه في النهار، ضروري مهمه، كتجيني هذيك هي الفرصه فين كن نتكونيكتا مع راسي وتنجلس مع راسي وتيكون الكالم تيكون سكات كلشي باقي ناعس. هذيك الساعه ديالي ديال القرايه في النهار مهمه ودائما كتعطيني واحد الانرجي باش انني نبدا النهار ديالي. ممكن تكون الهوايه ديالك الرسم، كروشي، طرز، اولا ممكن تكون المشي في الصباح، اولا اليوغا، اولا التامل. فهادو من الهوايات ومن العادات اللي تخليونا بادي النهار بداية بسيطة وجميلة ومليئة بالسلام. وهادشي طبعا حسن انك تفيق الصباح مشلوط، كتجري كتجري كتجري، كتلبس بالزربة، توضى تصلي بالزربة، معرفش راسك شنو صليتي، تفطر واقف ولا تفطر في الطريق ولا توصل للخدمة عاد تفطر، وكتفيق كتحس براسك مشحون من الصباح، من 6 ديال الصباح اللي فقتي وانت مشحون وانت غير كتجري. فطبعا
فاش كنت خدامه وكنت كنخدم ضروري خصني 8 نكون في البيرو، فكنت كنفيق على الاقل عندي ساعه ونص قبل 6 ونص، الا تعطلت عندي 6 ونص خصني نفيق على الاقل واحد الساعه نفيق على خاطري. طبعا ما كنتش كنقرا هذيك الساعه قبل ما يمكنش، ولكن على الاقل كنت كنقرا جي شويه ديال الوقت في الصباح، واخا غير ربع ساعه كنقرا، نتوضى ونصلي على خاطري، نفطر على خاطري، نجمع حوايج على خاطري، ما كنبقاش غير كنجري. كل ما بدينا النهار بطريقه بسيطه وبطريقه سلميه اكثر مع راسنا، كل ما عندنا حد اكبر انه النهار ديالنا يدوز مزيان. فإلا بديتي النهار خايب راه ضروري غيكمل النهار خايب، ولكن إلا بديتيه مزيان عندك اون شانس كبيره على انك يكمل النهار ديالك مزيان. رابع حاجه، don't buy stuff unless you need it. هذه من الحاجات اللي هضرت عليها بزاف، اللي هي المينيماليزم، تبسيط الحياه، فن العيش بالاقل سميوها كيف ما بغيتوها. عندي فيديو نخليها لكم نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اللي بغى يشوفها. الفيديو كتهضر بالضبط على المينيماليزم وعلى الكونماري ميثود. في معايا ما يكونش عندك بزاف الحوايج في التصميم، ما يكونش عندك بزاف الماء اللي خصك تغسلي، تكون الدار فاش تجي تسيق الدار ديالك اولا تجفف الدار وتجمعها ما تفوتش نص ساعه في جميع ديال الدار، تجي طوي الحوايج والحاجه اللي تنكره تجي طوي الحوايج تلقى عندك شويه ديال الحوايج اللي غطويهم. فهادو من الحاجات اللي كاملين كنحلموا بهم، سورتو الناس اللي تيخدموا في الدار ديالهم، طبعا رجال ولا عيالات كاملين تنحلموا بهاد الحاجات. وهاد الحاجه طبعا ممكنه كيفاش؟ الا ما شربناش بزاف الماء، الا ما شربناش بزاف الحوايج، الا ما كانش عندنا الكركبه بزاف في الدار، هاد الحاجه طبعا كنوصلوا ليها فاسيلمون. فالمينيماليزم كيبسط لنا الحياه، واساسيته فن تبسيط الحياه، فن العيش بالاقل، يعني بشويه الحاجات ممكن نعيشو، وهادشي طبعا سهل اننا نديروه. كتبدا بحاجه بحاجه في حياتك حتى كتورغانيزي حياتك كامله. يعني انا سورتو بديت بالحوايج، ما بقيتش كنشري بزاف، وبالماعن كذلك ما كنشري الحاجه الا كنت محتاجها، ولا كانت باين ليا مثلا الحاجه اللي قبل منها كانت عندي بحالها تخسرات ليا، دونك خصني ضروري نبلاصيها. فإلا بقيتي كتبدا بشويه بشويه، اولا كتربح فلوس، كتربح حتى حياتك بسيطه وسهله، ما عندكش الكراكيب بزاف، ما عندكش حاجات بزاف اللي تضيع فيهم الوقت في الدار. دونك هذه طبعا راها شارحه راسها براسها، ما نحتاجش نزيد نهضر عليها اكثر. خامس حاجه، unplug and disconnect your phone. طبعا السوشيال ميديا دائما الناس كيهضروا على السوشيال ميديا والحاجات الخايبه في السوشيال ميديا، ولكن هذا لا يمنع انني حتى نهضر عليها في هذا الفيديو. هذا السوشيال ميديا شي حاجه اللي كديكونيكتينا من الحياه باش كتكونيكتينا في واحد العالم افتراضي، وكنساو العالم الحقيقي ديالنا. طبعا انا راه كنحط في السوشيال ميديا، يعني كنحط يوتيوب انستغرام، كنكون في السوشيال ميديا اكثر، ولكن كنحاول ما امكن انني غير نبارطاجي الحاجه اللي بغيت نبارطاجيها، كنديكونيكتا من السوشيال ميديا. مؤخرا ما بقيتش كنشوف لي ستوري بزاف، حتى ولا جوج في النهار ماكسيموم. عندي نص ساعه في انستغرام، فريمون نص ساعه، والحاجه اللي لاحظت فرق بزاف، هادشي غير مؤخرا درتو صراحه، ما باش ما نقولكمش بشحال هادي، ولكن الحاجه اللي بديت بشحال هادي هي انه مره تندير سوشيال ميديا ديتوكس. دونك السوشيال ميديا ديتوكس مهم، كان بحال شي ديتوكس للجسم ديالنا، فحتى السوشيال ميديا خصنا ديتوكس منها، وعلى الاقل نهار في الشهر ما كاينش السوشيال ميديا، على الاقل غير نهار واحد في الشهر ما ندخلوش كاع للسوشيال ميديا. من الحاجات اللي كندير واللي مهمه بزاف في النظام الاسري ديالنا ونظام المنزل ديالنا، قانون الداخلي ديال المنزل، اللي هو لي تيليفون عندهم بلاصتهم فين كيتحطوا، سورتو في ديك الساعه اللي كنكونوا كنهضروا فيها اون فامي ما كاينش تليفون، شي يصوني لك شي واحد ولا يصيفط شي واحد شي ميساج، دونك كديكونيكتا من سورتو حنا عندنا ما عندناش الغيزو في الدار مزيان، دونك كدير واحد لافونتاج كبير، كيبقى الويفي كنديكونيكتيو لي تيليفون ونحطوهم فواحد المجرة عندنا وسط الدار، باش حتى شي واحد مكيصدعك، على الأقل واحد الساعة، واحد ساعة ونص غير باش تجلس أون فامي، تهدرو ولا ديرو شي أكتيفيتي أون فامي. فمهم أنك ديكونيكتا من السوشيال ميديا باش تكونيكتا في الحياة الحقيقية. وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انه الفيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا ولا تاخذوا شي طريقه ولا جوج من هاد الطرق هادو باش تبسطوا حياتكم حتى نتوما. واذا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وديخليوا لي ضروري شي كومونتير، وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كيبان لكم تقدر تنفعهم هذا الفيديو، ولا بغيتوا تبارطاجيوه معاهم حيت عجبتكم. نقول لكم سلامه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. باي.